أنا من الناس اللي بتحب دولة الإمارات، حضراتكم تعلموا الكلام ده، أنا بحب الإمارات جدا، بحب دبي، أحب أبو ظبي، أحب الشرق، أحب كل الإمارات العربية المتحدة. ناس بيحبونا، ناس محترمة، دولة متقدمة. والنهاردة على فكرة تم اختيار دولة الإمارات في مجلس الأمن. طبعا في مجلس الأمن 15 دولة، في 5 دائمين و10 بيتغيروا. النهاردة دولة الإمارات، أنا عايز أوري حضراتكم مندوبة دولة الإمارات وهي بتتكلم، عايز أوريكم مستوى الدبلوماسية الإماراتية ومستوى المرأة الإماراتية وصل إزاي. سمعنا يا ابني. Ways that we'd like to suggest here. For example, the council could measure the effect of its actions on the Women, Peace and Security agenda by determining whether more women have been involved in mediation processes or not. Similarly, it could assess whether its endorsement of the Secretary General's call for a ceasefire has actually led to a cessation of hostilities using real data and metrics. Multiple ways that we'd like to suggest here. For example, the council could measure. فيعني التقدم اللي بيحصل في دولة الإمارات بنسعد بيه وبنحبه، وطبعا زي ما انتم عارفين قيادة وشعبا بيحبوا المصريين، يعني أشياء كثيرة حضراتكم تعلموها. في الفترة الأخيرة جالنا سفير ذكي نشيط كان موجود في لبنان قبل كده وبيتحرك في المجتمع المصري بشكل سريع وعمل إنجازات لبلده كتيرة جوه المجتمع المصري. طبعا في أشياء الناس تشوفها كده في الأخبار فيفتكروه خبر عادي. النهاردة سفير دولة الإمارات دعا في السفارة لعيبة من الأهلي والزمالك. طبعا انتوا عارفين لعيبه الاهلي والزمالك دول ما بيجتمعوش غير في حالتين، يا في المنتخب يا لما يلعبوا قدام بعض. انما زي ما بقول لحضراتكم سفير ذكي، هو بلده هي بلد التسامح وبلد المحبه وبلد الوئام، فاستضاف عنده نجوم من الاهلي والزمالك وتكريم للاهلي والزمالك. هو عرف يدخل نسيج المجتمع بسرعة، بقى موجود جوه المجتمع بسرعة. فالنهاردة احنا سعداء جدا بهذه المبادرة اللي بتساعد اكتر في انه يبقى في علاقات جيدة بين الاهلي والزمالك، بيقودها دولة التسامح وسفير دولة التسامح معانا الدكتور حمد الشمسي سفير دولة الامارات في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أستاذنا الكبير. في الحقيقة يعني أنا شاكر بهذه المقدمة، خاصة فيما يخص بفوز الإمارات بالعضوية الغير دائمة في مجلس الأمن. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا طويل العمر، وإن شاء الله الإمارات بقيادة سيدي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ستشهد السنتين اللي بتكون فيها الإمارات، إن شاء الله بتشهد أشياء استثنائية وإيجابية تخدم الإنسانية وتخدم البشرية. طبعا أستاذ عمرو، نحن من المحبين لهذا البرنامج. ربنا يخليك. في الحقيقة تأثرت كثير بما شاهدته وسمعته فيما يخص أخواننا اللبنانيين، وجزاك الله خير على النداء الإنساني، وهذا ليس غريب لا عليك ولا على برنامجك ولا على مصر وشعب مصر وقيادة مصر. وإن شاء الله أنا متأكد أن هذا النداء سيولد نتيجة إيجابية، خاصة أني عملت 6 سنوات سفيرا لبلدي طبعا في هذا البلد الذي هو مؤسس في الجامعة العربية. أما فيما يخص أخواننا اللاعبين، فتعرف محبتنا لكرة القدم وللرياضة، ومصر هي دائما سباقة، ونادي الزمالك والنادي الأهلي من أفضل الأندية ليس في مصر ولا في الوطن العربي بل في العالم. وتتذكر دائما
يا الأندية الإماراتية بتعمل النهائي في مصر أو كذلك الأندية المصرية بتكون في الإمارات. في آخر مباراة كانت في استاد الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه في أبو ظبي، وصارت بعض المشادات وبعض الأشياء بعد المباراة. نحن نثبت للعالم بأن اللي حصل في الملعب الفترة شيء بسيط لا يذكر، ولكن جمعناهم في منزل سفير دولة الإمارات، وجمعنا هذا العدد. صح أن عدد يمكن 12 لاعب من أهم اللاعبين، لا بس أنت يعني جايب شيكابالا وطارق حامد والونش ومحمد عبد الشافي وأحمد زيزو ومجدي أفشة وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأيمن أشرف ومحمود جنش، يعني مجموعة من النجوم من الفرقتين، حاجة عظيمة يعني. صحيح، وكلهم بيحبوك على فكرة، كنت أنت حاضر لأنك غايب عن الجلسة ولكن كنت حاضر. أكيد. أنا طويل العمر لما اجتمعوا بوطنية ويتكلمون أكثر كلامهم عن المنتخب بصراحة، عن منتخب مصر، والكل عند الحس الوطني لبلده. وسبحان الله أنا أشوفهم في الملعب طبيعي، الأخ يختلف مع أخوه في التنافس الشريف، ولكن لما اجتمعوا مبارح عندنا على العشاء وجلسنا من الساعة 9 إلى الساعة 12 أو 12 ونص، كانت جلسة من أفضل الجلسات، لا جلسة سياسية ولا جلسة غير سياسية، جلسة اجتماعية رياضية بامتياز. ونحن نثبت للعالم بأن مصر هي بلد الاعتدال، بلد التسامح، والإمارات كذلك، ونحن نكمل بعض تحت مظلة القيادتين، قيادة فخامة الرئيس وقيادة رئيس دولة الإمارات. هذا البلد العريق الذي يجمع نخبة من الفنانين أو الإعلاميين أو الرياضيين أو المثقفين، نحن نفتخر فيه. وأنا كل شرف بأن أعمل في بلد أو محطة كبيرة مثل مصر. مصر هي قلب العالم العربي، مصر هي مرجع للدول العربية، مصر هي منبع الثقافة والعلم والحضارة، وهذا التاريخ ليس حمد جودة إنما العالم أجمع يعرفه. والله سبحانه وتعالى رزق هذه البلد بقيادة حكيمة رشيدة واعية، يعني لو نظرنا لكل الدول، كل أكثر الدول اقتصادها نازل في الكورونا، ولكن مصر تتقدم. ليش مصر تتقدم؟ لأن هناك حكمة وهناك جراءة في القرار وهناك تنفيذ على الأرض. ونسأل الله أن يوفق مصر والدول العربية بالنجاح والازدهار والتقدم. أنا يعني أشكرك على هالبرنامج الذي يأخذ جانب إنساني وثقافي واجتماعي بشكل ملحوظ. هذا اللي يميز هذا البرنامج أستاذ عمر عن بقية البرامج. بتلقى الحين يمكن نصف، يمكن 50 مليون مشاهد يتابعك. يا سيدي ربنا يخليك. أنا برضو يعني متابعيتي ليك، أنت موجود في الشارع المصري، يعني اسمع هو فين، ده راح عند واحد بتاع فول مش عارف في الحته صحيح. الفلانيه ده كان صحيح. بيزور اسيوط، ده كان موجود صحيح. في المنوفيه، يعني اقصد انا مبسوط ان انت موجود وسطنا وموجود في الشارع، سعيد بيك وسعيد بنشاطك وربنا يخليك، ويعني تحياتنا. وان شاء الله نفسك معايا في موضوع لبن الاطفال بتاع لبنان ده، ان شاء الله برضو نقدر نعمل فيه حاجه. نحن أستاذ عمر في الحقيقة لدينا في لبنان ملحقية للشؤون الإنسانية والتنموية وبتوجيهات من القيادة الإماراتية تقريبا من عملها واضح على الميدان، وإن شاء طبعا. الله نسعى لهذا الموضوع إن طبعا. شاء الله. شكرا لك معالي السفير، شكرا لك، والمرة الجاية ما تجيب الأهلي والزمالك أبقى أجي بقى أقعد معك. شكرا إن شاء الله.